عبد الله، عبد الله كنت محتاجك تسمعني. اسمعك؟ والله العظيم، والله العظيم كان غصب عني. على فكرة احنا وقفتنا دلوقتي دي غلط. انت مكتوب كتابك على واحد خيره عليا، دفع لي فلوس وخرجني من السجن، وقصادها خدك مني. بس انا عملت كده عشان اخرجك من السجن. يا ستي كنت تسيبيني محبوس، اهون عليا من انك تبيعي نفسك لشوقي. ما كانش في قدامي اي حل تاني. حل؟ حل ايه؟ حل ايه اللي يخلي الواحد يختار ما بينه انه يموت محروق ولا يموت مشنوق؟ ما هي موته والسلام. حل ايه اللي يخليك تبيعي نفسك لواحد وانت عارفه ان هتعيشي معاه في سجن؟ سماحه تظلمي، انت مش مظلومه. لا انا مظلومه. لا انا عملت كل ده عشانك. ما تقوليش عشاني. انت عملت كل ده عشان خاطر الفلوس. ملعون ابو الفقر اللي يعمل في الواحد كده. بص يا سماح، اسره كويس اللي انت وقفتيني الوقفه دي، انت تنسيني خالص. انا بعتبرك بالنسبه لي بضاعه اتقلبت مني ورخيصه قوي.